موجود على بنك البدلاء بالنسبه للاتحاد في المراكز الاتحاد بهذه الدقائق. حسين المسعدي، حسين المسعدي معاه حسام الحدادي، حسين المسعدي لاعب عنده امكانيات طيبه ياخذ ثاني. فارس العيسي، حلمي بوزقنطه، مروان الترودي، علي القربي، احمد الغربي، وجونيور كرموكو، وموجود كان الحرف اليوسف مع بلال العيف. نوف اليوسف ياخذ الكره، حسين المسعد، حسين المسعد يبيع العمليه، نوف اليوسف واحد اثنين، حسين المسعد، حسين المسعد، لكن عيفة الجانب العيد ضغط من سانجون، ياخذ الكره، حسين المسعدي، حسين المسعدي يبيع المراوغ، البحث على التسديد، حسين المسعدي سدد كما جات في مره اولى، لكن تدخل الهجوم بريان غنام يبيع التمريره الى حسين المسعدي، خطير الهجوم 3 ضد 3، حسين المسعد، حسين المسعد يبيع التمرير، نوف اليوسف محمد السلم، نوف اليوسف التسديد والتدخل يدافع في الكره الاخيره، يعني بعد اللي اختار على مرمى الحارس الاتحاد المنسيري، كل صالح الاتحاد، حسين المسعدي اليه والتدخل من الدفاع ضايع، ياخذها من جهه حسين المسعدي، حسين المسعدي يعمل المراوغه تسديد احمد العيادي عكس هجوم لصالح الاتحاد، حسين المسعدي سريع جدا مع وسام الحديد، حسين المسعدي ممتاز جدا، ممتاز جدا هذا اللاعب حسين المسعدي، ماذا يقول الحكم؟ ما فما شيء. هاي الاعاده، هاي الاعاده كره بين لاعب ليت ات جو، فيها شك صراحه، فيها شك الكره هذه، يعني نجم يعطيها الحكم ينجم ما يعطيهاش الحكم ياسين حروش. كره كانت بين لاعب ليك زملاء الى حمزه حسين المسعدي، خطير جدا عند ياخذ الكره، حسين المسعدي بين التمرير نوف اليوسف موجود. كل كرات ابيع المدرب مراد العقبي تمر عبر بوابه نزار العيساوي اللي بعد تمريره ذكيه من حسين المسعدي يسجل هدف يرضي الحكم كريم محجوب بعد رفع المساعد الاول راي التسلل ومدفع من لاعبين الاتحاد الاحتجاج على شرعيه الهدف. الاتحاد المنسيري مره اخرى بتمهيد من حسين المسعدي نزار العيساوي، الحارس محمد بودربيلا يتدخل بطريقه فيها وعلي. خط وسط ميدان ودفاع القوافل صار مخترق بسهوله بالنظر لارتفاع منسوب هجمات الاتحاد وحاجته لنقاط الفوز. امداد ذكي من نزال الصعيد للسريع حسين المسعدي، وجه لوجه يراوغ بودربيلا والفينيش هدف ثاني في مرمى القوافل 69 في قلعه. نوصلوا هكا والجمهور من قبل يحبني من هنا نكور في الليجان، مازالوا يتبعوا فيا كبار وصغار ويحبوني، انا ودي جمعيه راني وان شاء الله ربي يوفقنا ونخرج من تحت الخطر هذا، وحمد لله تروفا جبناهم عن جداره وكهو. كل هجوم للاتحاد، حسين المسعدي بحركه فنيه يمهد الايمن بالعمر، تصويبه قويه يقبل الامتياز في التصدي للثاني. اصرار الاتحاد المنسيري على التهديف يتواصل، مخالفه في الدقيقه 54 يتولى حسين المسعدي مهمة تنفيذها وبطريقة جميلة يضع لي اسمه في المقدمة. هدف حرك الخط الأمامي للاتحاد وأربك دفاع جريدة واللي كاد على إثره عبد الصالح للاتحاد حسين السعدي وكسراوي يتدخل. بسام الصغير بصعوبة للركنية دقيقة 25 منعرج اللقاء، مخالفة يرتكبها أسامة العمراني، ورقة صفراء ثانية يرفع على إثر الحكم حروش الورقة الحمراء. يحاول الاتحاد المنسيري تعديل النتيجة، حمزة المسعدي يسدد وكورته بعيدة. 11 دقيقة تصويبة رأسية من كرموكو فوق المرمى ثم كرة ثابتة نفذها حمزة بعد ينفذ مخالفة يسارية تتجاوز نزار العيساوي، وسام السيمان في المتابعة في وضعية مشكوك في ساحتها يرجع فريقه في المباراة. الشوط الثاني تواصل بأكمله على نفس النسق، فريق يهاجم وآخر يدافع. لما كان الحكم حروش يستعد لإنهاء الشوط الأول، وزع حسين المسعدي الكرة نزار العيساوي اللي سدد رأسية رجعها الحارس في مرة أولى قبل ما ترجع الكرة للعيساوي. كلود مع حسين المسعدي، حسين المسعدي كلود تقطع الكرة ترجع من جديد، حسين المسعدي، حسين المسعدي التسديد ممتاز جدا، ممتاز جدا، هدف التعادل، التعادل من حسين المسعدي في 75 دقيقة
أربع ساعة أخيرة ستكون جنونية. عودة الكرة الاتحاد الرياضي المنستيري الضاغط منذ هذه الفترة، تمشي الكرة طويلة، محاولة المرور والتدخل من عمر، الهجوم دائما الاتحاد الرياضي المنستيري، حسن المسعدي أرضية، الكرة الجانبية التكتيكية وآراء الفنيين، وحاليا حوار الميدان حاسم في لقاء الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري، لكن كرة خاطئة ومن جديد الوجهة للاتحاد الرياضي وحسين الراقد، والكرة من جديد في صالح الترجي التونسي، لكن حسين المسعدي ينقض على الكرة الفيا، حسين المسعدي يقوم بمجهودات بتبع عدة الفنيين تعاقبوا على الفريق هذا الموسم. المحاولة من حسين المسعدي للاتحاد الرياضي المنستيري، يحافظ على الكرة والمخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري، ما حبش يمر باعتبار انه ترجي حاول الصعود وايقاع المشموم. حسين المسعدي يربح المخالفة حسين المسعدي. اللاعبين ايضا اللي سجلوا 2011 و2012 مع فريقه. حسين المسعدي وعكس الهجوم للاتحاد الرياضي المنستيري، حسين الراقد والمخالفة، يربح في عديد المخالفات امام متوسطي ميدان الترجي الرياضي الصاحب 3 اهداف، وهو الثاني بعد نزار العيساوي، ملائمة لإيجاد الحلول أو التوغل، وإيجاد كرة ثمينة للتصويبة الأخيرة، وقد يقوم بمساعي للقيام بالسجوان في فترة ما بين الشوطين. أحمد معها حمزة المسعدي، هكا بالفعل معايا حمزة المسعدي، أقصى حسيني كوليبالي، نفس المسعى نفس الخطة من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري، التعويل على سرعة حسين المسعدي من الجهة اليسرى والمساندة من برهان. زملاء الفرجاني ساسي يتمنوا على نتيجة المباراة وتراجعوا للوراء وتركوا المس. بعد تدخل امام جونيور كارموكو والتحسن كان واضح من خلال مخالفه تتنفذ الاتحاديين راسيه والكره في الشباك، لكن مساعد الحكام هترا اعطى اكثر حركيه لهجوم الاتحاد من خلال بعض اللمسات الفنيه والمراوغات، واللي كادت تجيب هدف اخر لولا تباطؤ احسن مسعدي في هالمحاوله. سامون بطريقة لقاء كان بعد مرور نصف ساعة للشوط الأول، المهاجمة السريعة حسن المسعدي يتواجد من الجهة اليسرى بصعوبة لمرة المانع بن حسين، ومدافع نادي القربي بامتياز محمد أمين ورجله يمرس عبد الرحمن الخياطي يفسخ فرصة هدف محقق. ينجح في تحويلها إلى هدف حسن المسعدي، والحكيمة في تسجيل هدف اللقاء 1-0 للاتحاد المنستيري. ترجع الكره للمسعدي من جديد، يدخل مناطق جمعيه، تتنفذ المخالفه مقوسه في القائم الثاني، قتيله ممتاز. ركنيه تتنفذ من حسن المسعدي، راسيه فرصه هدف التعادل فيها، يتعب التماس مع حسن المسعدي، يعمل مراوغه والحكم يعطي اسبقيه. الاتحاد يحاول يضغط استعادة التقدم في هذا اللقاء، يمشي أحسن المسعدي التسديد والدفاع، وليس الحكم مرجي بلاغة، وأحسن المسعدي وجه لوجه مع نديم الثابت يسدد الهدف، الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري 2-1 الاتحاد، أحسن المسعدي يودي التقدم في توقيت 77 دقيقة من هذه المباراة. هذه مرخيص لحسن المسعدي التوزيع في القائمة الثانية، يبلغ كرامتي كرة عالية يسدد والحارس يحط.
ومحمد العفاوي يجد نفسه تليق بدفاع الاتحاد ويعيد المباراة إلى نقطة البداية. خطيرة هذه العملية، خطيرة هذه العملية الاتحاد الرياضي المنستيري، وغريبة غريبة جدا كانت كرة مشمومة، الكرة على الجهة اليمين للاتحاد الرياضي المنستيري توصل لقلب الهجوم، منع بن حسين يرجع للدفاع، الكرة مازالت للاتحاد، الكرة عن طريق حسن المسعدي يتوغل، الكرة على الجهة اليسار العرضية، لكن الهجمة المعاكسة مرة أخرى عن طريق المنع بن حسين، منع بن حسين يقوم بكل الهجومات المعاكسة للجهة على الجهة اليمين، ممتازة الكرة لحسن المسعدي لكن تخرج، أفضل هجمة إلى حد الآن منذ Let it go.